أسبوع مضى على رفع إضراب المعلمين الذي استمر لمدة شهر، طالبوا فيه بزيادة الرواتب بنسبة 100% وتنفيذ التسوية الوظيفية والعلاوات السنوية والمؤهلات وفتحة المدارس أبوابها أمام مئات الطلاب والطالبات بعد توقف دام شهرا كامل. نحن عدنا إلى المدارس بعد انقطاع شهر كامل من الانقطاع عن المدرسة بسبب الإضراب المعلمين. كنا نخاف أن نقعد سنة كاملة في الشوارع، تضيع علينا سنة كاملة من عمرنا. جاء رفع الإضراب بعد لقاء لجنة أنا المعلم بمحافظ المحافظة اللواء فرج البحسني، والذي وعدهم بصرف التسوية السنوية كعهدة من إيرادات المحافظة حسب بيان منسوب للجنة أنا المعلم، إلا أن هناك مصدرا مسؤولا من مكتب المحافظة نفى هذا الوعد وقال إن اللقاء كان وديا أراد من خلاله المحافظ الإسهام في رفع معاناة المعلمين. رفعت لجنة أنا المعلم الإضراب الشامل المفتوح الذي أعلنته بداية العام الدراسي، وذلك بعد اتفاق مع محافظ المحافظة في اجتماع عقد يوم الاثنين، وضم هذا الاجتماع لجنة أنا المعلم ومحافظ المحافظة والقائم بأعمال وكيل المحافظ لشؤون الوادي والصحراء السعيدي ومدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء. وأبدأ محافظ المحافظة استعداده بحل مشاكل المعلمين ومتابعة مطالبهم في وزارة التربية والتعليم. إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم 70 مليون دولار مناصفة بين السعودية والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع اليونيسف، يأمل المعلمون أن يساهم هذا الدعم بالرفع من معاناتهم، حيث لا يتجاوز رواتب البعض منهم 100 دولار في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.